اساطير بصراحه، لما يكون احد المؤسسين او احد المؤرخين هو من مؤسسين النادي الاهلي، ده حاجه عظيمه جدا. قبل ما ثانيه واحده بس، المؤسسين دول كلهم ليهم شوارع مهمه في مصر باساميهم. يعني ده في شارع مهم جدا في وسط القاهره، من القصر العيني للسيده زينب، وبيمر على سعد زغلول، في تقاطع يعني، في حتى وده المكان اللي كان فيه دار العلوم القديمه، اللي كان فيه دار العلوم القديمه، واخد بالك. هنبص نلاقي برضه في بعد كده في بعد كده اللي هو سري، اسمه اسماعيل سري باشا. ليه برضه شارعين، شارع في القاهره وشارع في اسكندريه. امين باشا رشدي في شارع في المهم جدا في ميدان الساحه في عابدين، وطبعا في دار العلوم القديمه، دار العلوم القديمه، وفي شارعين طبعا باسم عبد الخالق ثروت، الاكبر شوارع القاهره الكبيره وسط القاهره، عبد الخالق ثروت وطلعت حرب باشا، والشارعين بيتقاطعوا مع بعض، وهذه يعني قصه اخرى. لا مش قصه اخرى، لا دي مفارقه تاريخيه، الاثنين يعني بس جت عن قصد او بدون قصد. لا بدون قصد طبعا، بس هو كل اللي اسسوا النادي الاهلي لهم شوارع، حتى عمر لطفي باشا، وده بقى الشكل الحديث لكل عمر لطفي بيه ليه شارع برضه مهم جدا في امبابه. كلهم يعني ليهم شوارع. انا مش هقول مؤسسين، انا اقول اساطير. لا هم بصراحه حقيقه. طيب اسماعيل سري باشا، طيب لما نتكلم على اسماعيل سري باشا، هو طبعا من مواليد المنيا 1861، وخد تعليمه الاولاني كله في المنيا، وبعدين سافر فرنسا وتخرج من فرنسا وخد البكالوريوس في فرنسا 1883. صورته معانا على الشاشه اهو بالظبط. بعد كده سافر انجلترا لدراسه هندسه المواني، تمام، ورجع فرنسا درس هندسه ميكانيكيه. مش بس شوف، واشتغل في السكه الحديد 1884 فين؟ في فرنسا. في فرنسا اشتغل فيها. لما رجع مصر بعد الصور ايه حتى الفترات ديت؟ لا دي حاجه ثانيه. دي حاجه ثانيه لسه ما وصلناهاش. تمام. بعد كده هو جه اشتغل مهندس مساعد في القناطر الخيريه. وتقلد بقى منظر نظر الاشغال العموميه والحربيه في عده وزارات، يعني تقلد منصب وزاره كتير. يعني يمكن مثلا من سنه 1908 لغايه 1926 وهو بياخد مناصب وزاريه مختلفه يعني. تمام. لكن كانت اهم حاجات، وكان طبعا عضو مجلس الشيوخ، اهم حاجات عملها سد اسوان اللي عرضنا صوره من شويه. تعليه سد اسوان. هو كان اتعمل صغير وبعدين اتعلى اهو، ده سد اسوان قدامنا. تمام. دي كانت على فكره في التعليه. اتعلى سد اسوان قبل طبعا ما نفكر في السد العالي في الخمسينات يعني. وعمل مشروع سد الاوليه في السودان، ودي من السدود اللي هي كانت افادت مصر في ان بدل مياه النيل في السودان تحديدا ما تروح في فروع كتيره جدا جدا بتتلم كلها في فرع، بحيث انها ايه لا تهدر المياه كثيرا يعني. وزي ما قلنا قبل كده ان مصر في الفتره دي كان اهم وظيفتين فيها المحامي والمهندس الري. المحامي ومهندس الري طبعا. محامي عشان خاطر قضايا المحاكم المختلطه. وطبعا لا في اهمال الدكاتره وفي مدرسين وكل كده. امين سامي باشا كان رائد من رواد التعليم، خلي بالك، تعليم في مصر لغايه الاربعينات. لكن لا اقصد اقول كانت الاهم دول اثنين، المحامي ومهندس الري، بلد زراعي ومحامين ضد المحاكم المختلطه، طبيعه العصر وقتها. فدي قصه. وفي حاجه بقى كمان لاسماعيل سري باشا، انه كان رئيس المجمع العلمي. رئيس المجمع العلمي اللي اسس مع الحمله الفرنسيه 1798. يبقى ده جزء من شغل هندسي او شغل تعليمي لبعض المؤسسين اللي كانوا جزء من تاريخ مصر، بيتساوى بنفس الجزء مع تاريخ النادي الاهلي وتاسيس النادي الاهلي. على فكره امين سامي باشا قعد ياخد نشان الخدمه الطويله في النادي الاهلي، قعد عضو مجلس اداره في النادي الاهلي لغايه سنه 1939. امين سامي. بالنسبه لاسماعيل سري، لا امين سامي ده الاولاني. الاولاني يعني ياخد نشان الخدمه الطويله في اداره النادي الاهلي من 1907. لا قعد، لا مش قعد، فترات متقطعه بس اخرها 1939. انت عندك اسماعيل سري ده برضه كان حكايه كبيره جدا زي ما قال محمد، يعني هو عمل انجازات كبيره جدا في مجال الري. والري عندنا والزراعه كانت مساله مهمه جدا، واقامه مشروعات على النيل دي كانت حاجه اساسيه جدا، وعمل كمان خزانين، واحد على النيل الابيض وواحد على النيل الازرق. ففي انجازات كبيره جدا. وبعدين هتبص ايه، كلهم يعني عندهم يعني عندهم وطنيين، لان طالعين مناخ وطني
وهنشوفهم بعد كده نجوم يعني كبير. يعني ده مثلا هذا الرجل استقال سنة 1920 ليه؟ وطلب كان في لجنة اسمها اللجنة دي كان مهمتها تدرس المشروعات الكبرى على النيل. اللجنة دي كان كلها أجانب إنجليز وفرنسويين وبلجيك وكلام من ده، فهو طلب من السلطات البريطانية إن هو يرشح عضو مصري فيها في يبقى أحد أعضاء ده عشان مصالح البلد، فقالوا له لا، فقال لهم السلام عليكم وقدم استقالته من الوزارة سنة 1920. وده موقف وطني مهم جدا. هتقول لي واحد هيقول لي طب ما يقدم استقالته يعني هو ده هيزعل الإنجليز في لا، كان بيعمل المواقف دي كانت بتتقلب على المعتمد البريطاني في مصر، لأن في بتروح بريطانيا ده في قلاقل في مصر فهي مشكلة في مصر، فممكن يفوروه أو طيروه زي ما عملوا مع اللورد كرومر بعد حس الدين شوية. هو كان استخدم يعني أداة سياسية، الاستقالة دي كانت موقف وطني رائع جدا، بعد كده فعلا يعني رضخوا لمطالبه. فده موقف من المواقف اللي بتتكلم على مبدأ مبدأ ناس مبدئين عندها مبدأ وطني، وده اللي رسخ فكرة المبدأ والقيمة والقيم اللي موجودة في الأهلي حتى منذ 1907. بالضبط كده. وبعدين هو كمان عنده عمل كتاب أو أشرف على إصدار الكتاب اسمه ضبط النيل، وده بيعتبروا العلماء الرأي وكده من المراجع المهمة جدا في ذلك الوقت، بيستعينوا بيه لغاية دلوقتي، بيتكلم عن يعني عن النيل والمشروعات اللي على النيل وأهمية النيل وإزاي تطوير النيل وحاجات زي كده. يعني برضو هتبص عليهم كلهم ليهم مواقف يعني لا مش ليهم مواقف بس، هو ليهم مواهب في كذا اتجاه. يعني بص المهندس وبعدين مؤرخ وبعدين بيشتغل في كذا كذا، هتلاقي مواهب متعددة. فهم شخصيات يعني متعددة المواهب، وطنية بامتياز، يعني في وطنية بامتياز، في تعدد مواهب، في طبعا كانوا من لأنهم كانوا من رموز الانتليجنسيا في الوقت ده، اللي هي النخبة الثقافية في الوقت ده. فاحنا عندنا فعلا دول شخصيات مهمة جدا وتاريخية جدا، جزء من تاريخ النادي الأهلي، النخبة الثقافية والنخبة السياسية في تاريخ مصر في توقيت كان مهم جدا وحساس. ولو تشوف المعلومات اللي بتتقال، طبعا جزء من تاريخ النادي الأهلي القيم والمبادئ اترسخت منذ تأسيس النادي الأهلي عام 1907 من هذه الشخصيات العظيمة اللي كان لها قرارات تاريخية أيضا كمان مع البلد. أنا عايز أقول لك قبل ما أنسى بعد إذنك محمد، ابنه اسمه حسين سري باشا برضه، ده كان أهلاوي طبعا قوي جدا، إنما كان ده ترأس الوزارة برضه أكتر من مرة. فهتبص تلاقي دول فيهم اتنين كمان مؤسسين، فيهم اتنين بقوا رؤساء وزارة، يعني رؤساء وزارة ومعظمهم كانوا وزراء، فهم اشتركوا في صناعة تاريخ مصر فترة من أحرج وأهم الفترات في تاريخ مصر. تمام. طيب أستاذ محمد، بنتكلم على بقى مؤسس آخر، محمد محمود باشا. لا، محمد محمود باشا يمكن من الناس اللي لها تاريخ سياسي أكتر منه تاريخ في الحركة الاجتماعية والسياسية والقانونية والتعليمية والكلام ده. محمد محمود باشا من أسيوط، من الصعيد، وبعدين هو في وقت من الأوقات تولى، نتكلم أول عن تعليمه. طيب عشان خاطر هو من أسرة من مركز ساحل سليم في صورته معنا على الشاشة بالظبط. كان والده عمدة لمدينة أبو تيج في أسيوط، وهو تقلد نائب مدير جرجا وأسيوط، وبعدين بدأ يخش في عضوية المجالس النيابية، ده والده. وبعدين والده أصبح رئيس لحزب الأمة سنة 1907. محمد محمود مواليد 1878، اتعلم في أسيوط وبعدين دخل في مدرسة توفية في القاهرة، وبعدين خد تعليمه الجامعي في جامعة أكسفورد في إنجلترا، واخد دبلومة في علم التاريخ. تمام. لما جه من إنجلترا عين وكيل مفتش بوزارة المالية، وبعدين انتقل للداخلية واتنقل من عدة وزارات، ثم سكرتير مستشار لوزير الداخلية. حتى في الداخلية؟ لا، دي لسه. بعد كده تعين مدير للفيوم ومحافظ لمديرية القناة. تمام. كانت القناة زمان محافظة واحدة، اللي هي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس. هنا في الصورة هو كان محافظ لمديرية القناة كلها. تمام. بعد كده راح بيتوسطهم حتى في بيتوسطهم. كان من هو مشي ثلاث أماكن: الفيوم، القناة، البحيرة.
وبعد كده طبعا بدا بقى دخل في المجال السياسي وفي الاحزاب وبدات ذروه ظهور محمد محمود باشا في الساحه المصريه مع تشكيل الوفد في ثوره 19، مش تشكيل حزب الوفد، تشكيل الوفد اللي هيطلع عشان خاطر يعرض مطالب المصريين على الانجليز. ودي قصه بقى يحكيها لنا الاستاذ سعيد. طلع منه حزب الوفد بعد كده. بعد كده اللي نشا وتاسس وفكرته. فكره حزب الوفد بعد كده. تمام. نشات من هذه المنطقه. انا عايز اقول ان هو الراجل ده محمد محمود ده شخصيه يعني جدليه. اولا هو اول مصري يتخرج من جامعه اكسفورد. وتخصص تاريخ، هتبص تلاقي ان زي ما قلت لك قبل كده في ناس تاريخ دارس ده تاريخ تخصص تاريخ، وفي ناس مؤرخين، وفي قانونيين وفقهاء دستوريين زي حسين باشا رشدي هنتكلم عليه بعد كده. تمام. فهو ده شخصيه اللي ناس كتير قوي بتعرف. والده كان محمود سلطان باشا. محمود سلطان باشا ده كانوا بيسموه كان امير الصعيد او عمده الصعيد كلها، لان كان صاحب امبراطوريه يعني مترميه الاطراف في الصعيد كلها، فكانوا بيعتبروه حاكم الصعيد. محمد محمود ده كان في خلافاته مع سعد زغلول يقول له ما تنساش انا ابن الذي رفض حكم مصر. رفض حكم مصر امتى؟ لما مات حاكم مصر او سلطان مصر سلطان حسين كامل سنه 1917، الانجليز دوروا على حد يحل محله، مش عايزين يجيبوا حد من الاسره العلويه او حد ليه ارتباط بتركيا، فجابوا هذا الرجل لان ليه سطوه كبيره جدا في الصعيد، فعايزين حد يسيطر على الصعيد، فجابوا هذا الرجل اللي هو محمود سلطان باشا، كان وكيل مجلس الشورى ايامها، وكان رئيس حزب الامه فعلا زي ما قال محمد اللي اسسه اللي هو لطفي السيد، احمد لطفي السيد. تمام. اللي هو اول حزب ليبرالي في مصر. فهو الراجل قال لهم يعني قال لهم طيب ماشي ان حكم مصر، بس انا عايز انزل للناس بحاجه، يعني عايز اوعد الناس بحاجه. قالوا له قال لهم الاستقلال ورفع الحمايه البريطانيه على مصر عشان الناس تقبلني يعني، لان انا. فقالوا له طيب نتفاوض في ده، بس انت واقف دلوقتي وبعد كده ربنا يسهل. فقال لهم لا، نكتب الكلام ده في ورق ويبقى في وعد بده ويبقى في تاريخ بده وكلام من ده. فقالوا له لا، ما نقدرش نكتب كلام ده في ورق. فقال لهم سلام عليكم، شوفوا حد غيري. فراحوا لابن حسين باشا كامل، ما رفض، كان صغير في السن. فبعد كده جابوا الامير احمد فؤاد اللي هو بس ثابت على موقفه وما غيروش، ما رضيش. ولذلك كان ابنه ده محمد محمود باشا ده كان بيفتخر بده في كل موقف، يقول انا ابن الرجل الذي رفض حكم مصر محمد محمود باشا. ما تنسوش الحكايه دي. تمام. فمحمد محمود باشا ده كمان قعد اربع مرات وزير، رئيس وزراء. هو طبعا قبل كده وزير، بس هو طبعا يعني كان في صدام عنيف جدا بينه وبين سعد زغلول على مطالب مصر، وكان هو واحد من الناس اللي زي ما قال محمد، واحد من الناس اللي كانوا ورا فكره ثوره 19 اللي هم نصحوا، وكان رئيس كان يعني هو نصح، يعني هو اللي كان يعني احد الناصحين بفكره يعني تمام. فكره الوفد اللي سافر وتم نفيه مع سعد زغلول. وتم نفيه مع سعد زغلول. هو الرجل طيب. الثاني تقريبا في ثوره 19. طيب الشخصيه الرابعه حسين رشدي باشا. هو برضو حسين رشدي تعتبر شخصيه سياسيه زي محمد محمود باشا. هو نجل محمد محمود ده نجل عضو اللجنه العليا محمود حمدي النادي سنه 1907. محمود حمدي والده ده كان يعتبر الرجل الثاني في محافظه القاهره وكيل الداخليه. هو اصلا من اسره البانيه، مش من اسره مصريه الاصل يعني. تمام. من مواليد 1863، اتعلم في باريس، وكان من ضمن البعثه التعليميه المصريه في باريس، وحصل على لسان حقوق ونال الدكتوراه في باريس ودراسته كلها بالكامل، وبعدين جه مصر بعد ما نال الدكتوراه. جه سنه 1892 وبدأ يشتغل في الديوان الخديوي مع الخديوي عباس حلم الثاني، وبعدها اشتغل، فتح مكتب محاماه وعين قاضي، وبقى اصبح مستشار في محكمه الاستئناف، وتدرج في سلك القضاء، وتولى اول منصب كبير خده كان وزير للحقانيه اللي هي تعتبر وزير العدل. العدل في وزاره بطرس غالي باشا 1908 ل 1910، اللي هو لما اغتيل يعني.
اغتيل اللي هو بطرس غالي باشا يعني. وبعد كده تولى منصب وزير خارجيه ورجع تاني للحقانيه وتولى رئاسه مجلس الوزراء 1914 ومره تانية يعني شكل وزاره ثلاث مرات تحت حسين رشدي باشا، نفس الوضع مع محمد محمود. وحسين رشدي باشا كان من المنسقين الكبار لثوره 1919. انا بدي دايما عن كل واحد، بندي عن كل واحد ايه خلفيه سريعه يعني، لان احنا مش هخش في التفاصيل، مش هنتعمق في التفاصيل طبعاً. يعني يهمنا نعرف قيمه الراجل او الرجال اللي اسسوا الدور الوطني اللي كمان اسسه مش للاهل بس، ده للوطن نفسه بالظبط كده. انت بتدور على قيمتهم في مصر اللي دول، ان بنقول الناس الناس القيمه ديت هي دي اللي عملت واسست النادي الاهلي، الكيان التاريخي اللي احنا فيه ده، اللي حطت البذره الكبيره في النادي الاهلي، اللي عملت النظام المؤسسي للنادي الاهلي. فانا ما بنتعمقش، احنا لو نتعمق في كل واحد فيهم ممكن ناخد حلقه، كل واحد محتاج حلقه فيها تفاصيل كتيره في تاريخهم على فكره. بس انا عاجبني يا استاذ سعيد ان حسين رشدي باشا او كل الاسماء اللي احنا قلناها من المؤسسين، التاريخ الوطني لمصر هو كانوا جزء من تاريخ وطني لنشاه نادي جزء من تاريخ البلد. بالظبط كده، هم يعني من ابطال ثوره 19 ومن ابطال اول دستور 23 ومن الابطال حقبه تاريخيه مهمه جدا. انا عايز اقول لك ان حسين رشدي باشا ده معاه واحد كان يعتبر فقيه دستوري يعني معاه دكتوراه في القانون جامعه سربون، وفي نفس الوقت معاه دبلومه في العلوم السياسيه يعني جامعه الاثنين. فالراجل ده بيعتبر يعني قيمه سياسيه جامده جدا، تكنيكالز يعني فني يعتبر تكنوقراطي وفي نفس الوقت سياسي، فجمع بين الحاجتين، دراسه اللي دارس السياسه كعلم ومارس السياسه على الارض. الحاجه الثانيه، ناس كتير ما تعرفش ان هذا الرجل حكم مصر لمده سبع شهور حاكم مصر، سلطان مصر للانجليز لما شالوا عباس حلمي الاول سنه 1914 في بدايه الحرب العالميه الاولى، هو كلف عين حاكما لمصر بالنيابه، بالنيابه عن الخديوي، فقعد من شهر مايو لغايه شهر نوفمبر هو الحاكم الفعلي لمصر، ولعب دور مهم جدا بقى خلال الحرب العالميه الثانيه، لان مصر واجهت ظروف صعبه في خلال الحرب العالميه الاولى، ظروف صعبه، نقص غذاء، نقص تموين، وده حصل في كل العالم اثناء الحرب، هو لعب دور مهم جدا جدا في حفظ التوازن ده. بعد كده لعب دور مهم جدا جدا من 14 ل 19 يتولى الوزاره ثلاث اربع مرات في الفتره دي، لكن اهم شيء عمله برضه كان قدم استقاله لسبب خاص بمطالب مصر الخاصه برفع الحمايه البريطانيه عن مصر والحصول مصر على استقلالها، او يعني وحصل بعد كده مصر على استقلال المقر. المهم ان هو اللي نصح سعد زغلول ان هو ياخد معاه وفد شعبي وياخد معاه وفد رسمي من الحكومه، وهو قدم ده للسلطات البريطانيه كرئيس حكومه، قال لهم هيبقى في وفد رسمي وفد شعبي مع كذا عشان مفاوضه كذا، فقالوا له لا، قال لهم سلام عليكم برضه استقال. فدايما تبص لهم حتى اللي كلهم صحاب مبدا فبيستقل موقف مبدئي ما فيهوش مصلحه خاصه، لا موقف خاص مبدئي خاص بالمصالح المصريه في هذه الفتره. الكلام عن هذا الرجل برضه راجل يعني دول هتبص لهم نخبه ساهموا في صناعه تاريخ الوصف، وكان رموز المجتمع في فتره من احرج واهم الفترات السياسيه اللي ماجت بها الاحداث لفتره طويله، فتره يعني الحرب العالميه الاولى وبعدين ثوره 19. ما بعد ثوره 19 يعني الحركه الوطنيه كانت بتموج وكان في صراع. وبعدين عايز اقول لك حاجه، حسين رشدي باشا ده هو اللي جابه بعد كده، جيب صار يعني اللي جابوا عبد الخالق ثروت مسكوا لجنه دستور 23، ياسس لدستور 23 وده اهم دستور كان في تاريخ مصر. فتبص تلاقي عبد الخالق ثروت حسين رشدي بيسلموا بعض، واحد في هتبص تلاقيهم حتى لرئيس وزراء بيجيب اللي معروفين، فتبص تلاقي ده وزير عدل وده رئيس وزراء، يعني المسائل كانت ان هم كانت مجموعه متفاهمه على مصلحته، متفقه على حاجه واحده مصلحته الوطن، ممكن يبقى في بينهم خلافات او كده، لكن مصلحه البلد والمصلحه الجماعيه في الاساس. بالظبط كده. ومن هنا بنتكلم عن القيم والمبادئ والتاريخ، لو الناس بتتكلم ده جاي او راجع لايه، اعتقد دلوقتي الناس عرفت تاريخ الاهلي وبدايته ونشاته والقيم والمبادئ والكيان ده كان اكيد بسبب ظروف تاريخيه في وقتها والناس كلها استمرت عليها. انا بس عايز اصحح حاجه،
هو ابو محمد محمود باشا، كان اسمه محمود سليمان باشا، والد محمد محمود، والد محمد اسمه محمود سليمان باشا مش محمود سلطان. انا قلت في انا بعتذر على هذا الخطأ.